اللقاء كالمعتاد من سمو ولي العهد الله يطول عمره الأمير محمد بن سلمان، وكما اعتدنا في لقاءاته السابقة، وكانت الرؤية واضحة والهدف اللي تحدث عنه أصاب، ومتفائلين بالخير، وإن شاء الله أنها دافع للمملكة وشباب المملكة والمواطنين من المحاور إلى الأهداف إلى الطموح إلى المستقبل الزاهر لهذه الدولة في قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن نايف، وبقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وفيما كانت مبشرات لهذه المؤشرات اللي تحدث عنها في لقائه الثاني، وكان يعني دافع للمواطن من خلال ما تحدث عنه عن الأسكان، عن رؤية المملكة 2020، التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030، وقادتنا الله يطول بعمرهم دائم حاطين نصب عيونهم المواطن وموظف الدولة ومستقبل الرفاهية لنا كمواطنين وكموظفين وكقيادة في مقارنة في الدول المتقدمة، أن المملكة العربية السعودية حازت بهذه الرؤية وهذه الأهداف إن شاء الله إلى مستقبل، إضافة أن ننعم بالأمن والأمان والاستقرار. أشكر ولي العهد على المواضيع في اللقاء، كانت مبشرة ومطمنة إن شاء الله نحو وطن هادف واقتصادي ومحفز لنا بإذن الله. في مقتبل عمره ونشيط، وإن شاء الله حنا معه يمينه في أي شيء يبيه، ما دام أنها مفكر بأفكار جديدة بأشياء جديدة يطور البلد، حنا معه. رؤية جديدة 2030 هذه صراحة بتقوم البلد وبتقوم شبابنا وبتشيل العاطلين وبتنظم البلد وأكيد اقتصادنا لها شيء ثاني بعد، بيكون بنحاكي العالم، ما عاد بنقول الدولة الفلانية والدولة الفلانية، خلاص بنقول المملكة باسم يعني أو برؤية محمد بن سلمان، بنقول المملكة وما عاد بنتحدث عن أي بلد ثاني، بنبقى على البلد هذا. تبعنا ويا طويل العمر، كلنا شوق لهذا الكلام، تبعنا وبكل صدر رحب، قرار حكيم من دولة رشيدة، طبعا ننعم ولله الحمد بفضل الله ثم بفضل هذه الدولة العظيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وإن شاء الله من تطور لتطور إن شاء الله، وهذا أملنا في دولتنا العزيزة على ذلك بإذن الله. والله كلام جميل، كلام واقعي، الحمد لله البلد أمام نهضة كبيرة اقتصادية في كل المجالات، وكلام يعني احنا معاه في كل شيء بقيادة حكومتنا الرشيدة، يعني الحمد لله كل شيء متوفر، الوضع آمن اقتصاديا، الحمد لله طالعين من أفضل لأفضل إن شاء الله، وإن شاء الله إلى الأمام. نشكر الأمير محمد بن سلمان على ما أتى منه من تحفيز المواطن، والله يطول بعمره ويديم علينا ويطول بعمر حكامنا ويديم علينا الأمن والأمان. والله رؤية مستقبلية للبلد، يعني من ناحية رؤية مستقبلية لصالح المواطن والمقيم داخل هذه البلاد الطيبة، نسأل الله أن يديم عزها. والله كان جدا لقاء روعة، جدا روعة، يعني بالأخص يعني كانت الأسئلة قوية من الأستاذ داود الشريان، ولاقت من يجاوب عنها، حتى الشعب يعني كان مبسوط جدا للقاء هذا، وكان مستني حريص انه يحرص انه يكون اللقاء يكون كل الناس متواجدين يعني يسمعوا اللقاء هذا، يعني صراحة كان جدا لقاء قوي. بالنسبة للقاء كان لقاء جيد جدا الحمد لله، واتضح من كلامه انه بإذن الله يعني راح يكون مستقبل باهر بإذن الله،
لنا، وحكومتنا ان شاء الله باذن الله ما راح تقصر معنا. هو للامانه يعني شفت اللقاء حقه حتى قبل لما في امريكا لما تصرح وقال انه الحمد لله سددنا اكثر من ثلث في الديون حقت الان مستحقه عليهم، فهذا انجاز كبير ويحتسب للامير. الامير ما قصر، شغال الامير، اشكره وبيض الله وجهه، وان شاء الله ان البلد تكون في تطور ان شاء الله الى الاحسن. نراه فعلا كان في شفافيه للمواطنين. نحن مواطنين انتظرنا هذا الكلام للتطمين، والحمد لله الوضع العام بعد كلمه الامير محمد بن سلمان كان مطمن الجميع، خصوصا او من كل النواحي، من كل نواحي المواطنين. لقاء ابداع وينقل الصوره الحقيقيه للدوله وللشعب. تصوروا اشخاص كثيرين ان في سياسة الظلام، بالعكس بين الرؤية والرؤية الحقيقية، وهذا ما تطور، وهذه سياسة الدولة من فضل الله من أصل الدنيا، سياسة واضحة شفافة، ولا نقول الدعاء بالتوفيق. ما تحدث بسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد بما أوضحه من الرؤية 2030 من ناحية الأسكان ومن ناحية الشركات وما فيه تطور هذا البلد وما فيه الحمد لله من رخاء وأمن وأمان ننعم به، وأن الحمد لله الظروف الأمور اللي مرينا بها، المراحل اللي كانت فيها صعوبة من الاقتصاد وضحها لنا أنها الحمد لله الأمور طيبة وممتازة، والحقيقة الرؤية رؤية طيبة وتبشر بالخير الحمد لله للشعب والوطن والمواطنين تحت ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين. بعد ما تابعت اللقاء أحب أقول على التنوع الاقتصادي وعلى الدقة بالتفاصيل والنسب، صراحة شكرا محمد بن سلمان، شكرا للملك سلمان أولا ثم محمد بن نايف ثم محمد بن سلمان، صراحة على الجهود اللي قاعدين يقدمونه وعلى الدقة بالتفاصيل، وهذا يثبت أن القيادة الحكيمة قاعدة تشتغل على قدم وساق. لقاء جميل جدا، تحدث عن مواضيع سياسية وأمنية، والأمير محمد بن سلمان شخصية قيادية الله يطول عمره. صراحة مستبشرين بمقابلة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، صلى الله أن يحفظه وينفع بجهوده، مستبشرين بأدائه، وكان لقاء مطلع جميل استبشرنا به خيرا، والحمد لله أن المملكة عدت الأزمة الاقتصادية السابقة ومتأملين في خير، أسأل الله أن ينفع به وينفع بجهوده، ونحن لا نملك له إلا الدعاء في ظهر الغيب في كل حين، فالمملكة هي مهبط الوحي ومهبط الرسالة، والله إننا مستبشرين كثيرا بقوة المملكة وأدائها وشبابها في أداء النهضة العمرانية والنهضة الاقتصادية. أول نشكر الأمير محمد بن سلمان، والله يطول عمره، والله يسدد خطاه ويحفظ علينا الأمن والأمان. برؤيته 2030 وبالأفكار اللي يقدمها للبلد والتطور الملحوظ في الآونة الأخيرة والانتصارات على الحد الجنوبي. صراحة مقابلة ولي العهد الأمير سلمان هذا محمد بن سلمان حفظ الله إن شاء الله أعطتنا كثير من التفاؤل ووضحتنا أشياء كثيرة كانت مخفية عنده صراحة، وإن شاء الله إن شاء الله يعني يكون اقتصاد السعودية من أعلى لأعلى إن شاء الله، من أحسن لأحسن. صراحة يعني أعطانا كثير من التفاؤل ووضحنا يعني أشياء كثيرة. والله اللقاء يعني رفع معنوياتنا كشباب، وحسينا بالنقلة النوعية التي يطمح إليها خادم الحرمين الشريفين ولي عهد ولي العهد، وهو مهندس الرؤية وصاحب الطموح، فرفعت من معنوياتنا كشباب ورسمت لنا يعني التخطيط، والآن نقول للأمير محمد اعبر من البحر حيثما شئت. والله إن شاء الله أنه مبشر بالخير، وخص عاد حنا يا الشباب ننظر بمنظورنا غير منظور الناس الثانيين اللي هم الشباب والشبان والنساء،
لكن منظورنا الشباب انه ان شاء الله نبشر بالخير ما بين وظائف ما بين ان شاء الله نهضه بالاقتصاد. اول شيء نشكر ولي العهد الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على اللقاء اللي صار امس وعلى شفافيته وطرحه وتطرق لبعض من الامور اللي هي اول شيء من الاسكان والبترول والشركات بما فيها ان شاء الله تفاؤل ومتمرين فيه ان شاء الله انها تكون مصالح المواطنين وتعود فائده للمواطنين ان شاء الله. ومتأمرين والله برؤية 2030 والله إن شاء الله ينصر حكومتنا ويعزهم ولا يعز عليهم. بالعكس ممتاز ونشكره على أنه أفهمنا ما هو مصيرنا أو ما هو الحاجات اللي حصلت لنا يعني. طبعا الموظفين والموظفين كانوا يشتكون ما هم عارفين ليش هم المشكلة اللي حصلت هذه. طبعا هي كلها على أساس مصلحة البلد ومصر. لما شافوا الوضع أنه تحسن فكوا الموضوع يعني هذه حاجة بديهية يعني. بالعكس يشكرون ويشكر خادم الحرمين الشريفين ونتمنى لهم أنهم يواصلون أكثر وأكثر وأكثر يعني. ما بالعكس اللقاء كان ممتع يعني وكل الجالسين كانوا فعلا يعني شكروه وقالوا هذا المفروض اللي يحصل يعني أنه حتى علم الناس هو يعني ما خلوا الناس هم سووا اللقاء هذا على أساس أنهم يفهمون الناس أن الوضع تروه إن شاء الله مطمئن ومطمئن للمستقبل إن شاء الله. أمانة خروج صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بعد مرور عام أو ما يقارب العام من إطلاق الرؤية وحديثه عن جملة من الأرقام التي تهم المواطنين بشكل عام ما هو إلا تأكيد على أن الرؤية تسير في الاتجاه الصحيح وفق ما خطط لها. أمانة الرؤية ولله الحمد وفق ما ذكر سموه في حديثه الأخير تبشر بخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها هذا البلد والوطن والمواطنين. والله اللقاء كان جميل جدا والله يحفظهم إن شاء الله ويطول بعمارهم يسدد خطاهم ويوفقنا حنا وياهم إن شاء الله كل خير. يعني كلامه كان يعني حمس الشعب وأعطانا أمل وإن شاء الله الأوضاع طيبة وإحنا شعب واحد وديننا واحد والله يسهل الأمور بإذن الله. في الحقيقة يعني حوار ثري في المستقبل المملكة العربية السعودية. تطرق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعدة أمور تهم المواطن ومستقبل المملكة العربية السعودية. مقابلة جيدة وأخبارها تبشر بالخير إن شاء الله والاقتصاد إن شاء الله من أحسن فأحسن. وبالنسبة لمقابلة ولي عهد استثمارية وإن شاء الله لها مستقبل زاهر في المملكة العربية السعودية. كان حديث شفاف و يعني ويشمل الحقائق ورؤية للمواطن سواء بما يحدث بالمستقبل وبما مر به من ظروف وفي هذه الأيام. الحقيقة أن اللقاء مع سمو ولي العهد مبشر في من جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والسياسية وكل ما يطلبه المواطن. وحقيقي أفصح عن بعض الأمور وأفصح عن بعض ما أشيل أو ما أخذ من بعض الموظفين ثم رجع لهم أفصح عن ذلك وأفصح عن الأسكان وأفصح عن كثير. لذلك سدد الله خطاه ونتمنى لها التوفيق ونطلب من الله العلي العظيم أن يمن علينا نعمة الأمن والاستقرار. كان شيء جيد جدا والحمد لله احنا في خير وبركة والله يجعله دائم علينا إن شاء الله. والموضوع هذا جدا جدا يعني مبشر ورجال الأعمال إن شاء الله ربنا ييسر لهم الأمور ويزيدوا ويعينوا البلد هذه على الموضوع اللي هو أقام به سيدي مولاي ولي العهد. والله يوفقنا إن شاء الله جميعا يا رب. والله كلنا إيمان إن شاء الله بإذن الله بقيادتنا أنهم حطوا الرجل الأنسب بالمكان الأنسب لأنه ما شاء الله كل كلامه
يدل على مؤشرات إيجابية إن شاء الله، كلهم بإذن الله بصالح الوطن، بازدهار الوطن، وبناء الوطن للشكل الأفضل، وتصحيح بعض المسارات اللي كانت خاطئة شوي. أشعرنا شعور جدا بالراحة والاطمأنينية، ورأينا أنه إحنا ما زلنا متصدرين، وإن شاء الله بالرعاية الكريمة من ولاة أمورنا حنبقى متصدرين إن شاء الله على طول بإذن الله. أول شيء الله يحفظ أميرنا وحبيبنا ولي أهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. أول شيء اللقاء اللي قدمه هو يعني كان يخص الدولة المملكة العربية السعودية، يسعى لتطويرها، يسعى إنجازاته، فكرة جدا جميلة ما يقدمه الأمير. إحنا دائما نبهر بهذا الأمير، وكل شيء يقدمه أحسن من اللي فات، ودائما يسعى للتطوير. أشكر أميرنا وحبيبنا الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على ما قدمه. نشكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الشفافية وعلى الكلام اللي ألقاه أمس، والرؤية إن شاء الله مبشرة، رؤية خير إن شاء الله، والله يعطيهم العافية. هذا الأمير مميز اقتصاديا، مميز فكريا، للأمانة كل يوم قاعد يقدم أشياء جميلة للشعب. للأمانة قاعد ننتظر منه أشياء كثيرة، وراح يقدمها بحول الله للشعب. أنا ممكن أقول لك أو أختصر لك اللقاء هذا في كلمتين، وضع النقط على الحروف، وضح الكثير للشعب السعودي. الشعب قام يتفلسف، كل واحد يعطي رأي، كل واحد يعطي معلومة من عنده، ممكن يصير ممكن ويخمل المستقبل، ولكن اللقاء هذا وضع النقط الحروف، وأكد أن القيادة الحكيمة دائما قلبها مع اليوم ودوم إن شاء الله مع الشعب السعودي. نشكر الأمير محمد بن سلمان على ما قاله وللشفافية اللي طلع فيها، والحمد لله هذا يدل على اقتصاد، قوة اقتصاد البلد، والله يطول بعمره إن شاء الله ويديم الأمن والأمان إن شاء الله علينا. والله حنا كشباب الراعي إنه شفافية لقائه والصدق، ونأمل أكثر من كذا بالنسبة لنا حنا، فما شاء الله تبارك الله حنا مطمئنين ومرتاحين نفسيا من ناحية الرؤية، ومن ناحية هذا نطلع لمستقبل أفضل بكثير من اللي احنا شفناه سابقا.